في ختام زيارته مصر، كان لرئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل لقاء مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، عرض للسبل الآيلة إلى تعزيز العلاقة بين المسيحيين والمسلمين وتفعيل الحوار بينهما. تحدثنا فيما يتعلق بأمور كثيرة جدا، أهمها البحث في ما يجمع شمل العرب والشرقيين وانفتاح الأزهر والكنائس الشرقية. وأنا يعني لا أريد أن أفصح عن أمور إن شاء الله قد تنتهي إلى عقد مؤتمر يدعو فيه الأزهر رموز الكنائس الشرقية كلها والممثلين والمفكرين من المسيحيين والمسلمين للالتقاء والالتفاف على أو حول المشتركات فيما بيننا. شيخ الأزهر أكد أن أي قانون لتنظيم دور العبادة لم يرفض. انتهينا إلى أن كان للمساجد قرار صدر 2001 ونظم بناء المساجد، وقلنا احنا الآن يعني في حاجة إلى قرار مماثل سواء قرار أو قانون ينظم بناء الكنائس ويكون إخواننا الأقباط والمسيحيين بشكل عام هم أصحاب الكلمة الأولى في هذا القرار. وكانت لسماحة الشيخ بعض الأفكار، وهذه كانت تلتقي مع أفكارنا لإيجاد إطار صحيح وفعال لحوار بالعمق ما بين الناس، وبأمس الحاجة الوقت الحاضر لهذا الحوار، وعلى هذا الحوار كذلك أمر أن يبرز روح التسامحية عند الإسلام لمواجهة المجهة الدعوة الصهيونية ولمواجهة الأعلام والدعاية الغربية. وأشاد الجميل بشيخ الأزهر معولا على حكمته في هذه الظروف الصعبة.